السلام عليكم إخوان الأخوات. فصراحة الفيديو اللي درت في على حساب التكلفة ديال البناء وهذاك الشيء، فعرف بزاف ديال التعاليق وبزاف ديال التاشرونات ولا البنايه اللي تيدخلوا تيقول لك اودي لا كيفاش عرفتي التكلفه، وراه تختلف من بلاصه لبلاصه، وراه اليد العامله كتختلف من بلاصه لبلاصه، وراه الناس مثلا الاثمنه كتختلف من بلاصه لبلاصه، والارض وكذا واسمو. فبطبيعة الحال هذا الشيء انا واخديته فاش كنت درت الفيديو، واخديته بعين الاعتبار، وداك الشيء علاش كنت زدت 5%. وراه قلت بان هذا الشيء راه تيختلف من بلاصه لبلاصه، وداك الشيء باش زدت انا 5% ديال تنسميوها حنا لا مارج ديرور. هاد الناس هادو اللي تيجيو تيقول لك اودي لا هاد الثمن اللي درتي راه ثمن عشوائي، راه الطريقه باش يخدموا هاد الناس هادو راه خدمه عشوائيه، وراه كذا راه. المهم انا ما فهمتش، انا صراحه ما نكذبش عليكم، ما فهمش علاش هما علاش تقرصوا، رغم ان القضيه داكشي اولا هادشي ديال البني راه ارزاق، ماشي مثلا انا مثلا قلت هادشي صافي راه الناس ما غاديش يجي عندك مثلا باش تبني ليه، ولا باش تزمتو، ولا باش تصمتو، ولا باش تعطيه. فبطبيعه الحال انا تنقول للناس يتاووا على لو بري ديال البني، ويتاووا على لو بري ديال السلعه، ويوقفوا على السلعه اللي تدخل. بطبيعه الحال راه عندهم البلان وغادي يتعلموا شي شويه ويشوفوا. المهم الانسان يولي عنده واحد النسبه ديال المعرفه بالتبنيت، تيجي واحد تيقول لك لا كيفاش قلت لهم البياسه ب 5000 درهم مثلا، الطبله ب 5000 درهم ديال 80 متر، و6000 درهم او 6500 درهم بالنسبه مثلا الا كانت عندك 100 متر. فغادي نقول لك انا بان راه الانسان اللي عنده الماتيريال وعندو دوزان المسائل وكل شيء راه كطلع عليه النص بالنص، راه كطلع عليه النص بالنص. ولد خالتي راه انا ماشي تنقول لهم انا بان راه قال لك لا ما يمكنش تخرجوا 5000 درهم في الطبله. الطبله سيدي والحفير ديال الساس قال لك ب 1000 درهم جاتو قليله، و1200 درهم بالنسبه ل 100 متر جاتو قليله. وهذه راه تنقول لك اخويا راه جي لهنا لطمنصور، راه كاين العطاشه اللي كيحفر لك الارض تيدير لك الساس، كاينه على حسب الغرق. الارض الا كانت قاصحه تيدير لك 80 متر في الغرق، كانت مويان تيدير لك متر، ولا كانت اكثر راه تيدير لك العبا. الا كانت زعما الارض رخوه يعني فيها بزاف ديال التراب وداكشي، فتيبدا تيحفر لك حتى يطيح في القسوحيه، وداكشي راه تيكون على حسب بحال يعني داك الارشيتكت ديال اللي عندك هو اللي تيجي تيقول له دي بارك عليك من الحفير، اولا زيد شويه اولا نقص شويه. فقضيه العمق ديال الحفير انا تنهضر دائما فاش يقول لك الارشيتكت يعني تتكون الارض بين وبين، ما قاصحاش باش دير 80، وما خفيفاش باش ما دير 100 متر و20 متر و60، تفهمنا في الساس على حسب يعني تندير دائما بين وبين. وتنزيد عاوتاني واحد في الاخر تنزيد تقريبا اونت 5 و 10%، تندير انا لا مارج ديغور، وعاد زيد شحال من حاجه اللي نقدر نقول لك بانها راه كتدار في لي فيلا، وريني ما كدارش في السكن مثلا لي ميزون. وخاصنا نفهموا علاش كدار في الفيلات وعلاش ما كداش في لي ميزون. والناس بزاف الديور مثلا ان بلس ان بلس دير بلس 3، علاش؟ لان الديور تيكونوا مكوفرين مع بعضياتهم، يعني البرد وداكشي ما تيكونش ضارب فيكم 4 جوايع، بخلاف الفيلا علاش يديروا لها دوبل كروازون، لان تيكون ضاربها البرد، يعني الشمس تضرب، الا ضربت الشمس تضربها من الواجهات كاملين، ولا كانت البرد تضربها من الواجهات كاملين. بخلاف السيسان، السيسان تيكونوا عندهم مثلا دائما عندك جارك على اليمين، جارك على اليسار، موراك جارك، يعني ثلاثه الواجهات ديما مكوفريين، واش فهمنا؟ هادشي علاش ما تيدارش في هذه دوبل كروازون. وعاد زيد عاوتاني السيسان تيشدوا بعضياتهم تتولي كوم ان كومبارتيمون، باش الا حطيتي قرعه بوحدها واقفه، باش الا حطيتي بزاف ديال القراعي ملاصقين راه ما تيصعب يطيحهم البرد، ولا الا كانت قرعه وحده واقفه وضربتي وسطي بالبرد بجد راه غادي تطيح. بخلاف الا كانوا مثلا واحد 20 قرعه ولا كذا كذا واقفين مع بعضياتهم ما تيطيحوش غير يعني تيشدوا بعضياتهم. وهذا الشيء راه محسوب، لي زاركتيكت محسوب. وكاين بعض التعليقات تيجي شي واحد تيقول لك لا حكا راه انا راه بنيت 300 دار، وراه هاد الثمنات اللي تقول راه الثمن ما كاينش وراه كذا. ما فهمتش والله، ما فهمت انا هاد الناس هادو كيفاش. قال لك بنيت، اولا تيقول لك بني عشوائي، انا بنبني بناء عشوائي فبلاشيتيكت وبكل شيء والبيريديتود وكل شيء. ما تنبنيوش اخويا عشوائي، راه تنبنيو وماشي بنيت دار وحده، راه بنيت بليزيور. ونقول لك واحد القضيه اخرى، انا راه الحفه ديالي البناء وتنبني شحال من واحد. فالاثمنه اللي عطيت ما عطيتهمش انا باش ندير واحد الدرجه مثلا على ناس اخرين، او لا بالعكس عطيت للناس
باش يستافدوا وباش تكون عندهم واحد المعرفة معينة. ودرت على الثمن ديال المنطقة اللي هي 8 صورت، راه في مراكش ما تيخدموش بالبياسة، في مراكش يخدموا بالمتر كاري كوفير، ولكن بالنسبة في 8 صورت كاين اللي تيخدم بالمتر كاري كوفير، وكاين اللي تيخدم بالمترو كيف تنقولوا حنا، وكاين اللي تيخدم بالبياسة في 8 صورت، فهمنا؟ وعلى حسب حتى البناية، كاين البناية اللي يحفر اللي يخدم لك بالمترو، كاين اللي يخدم لك بالبياسة. لهذا ما نحاولوش ما امكن اننا نتبان لنا القضية بان راه انسان راه صافي راه وداكشي راه ارزاق ارزاق، ماشي ماشي يجي انسان يقول لا علاش قلتي ولا علاش كذا. وهاد تحاول تضرب مثلا في واحد اسمه، واحد قال لك مبروك عليك لا دسنس، انت تكذب على عباد الله مبروك عليك لا دسنس، هادشي ما شاء الله صافي. المهم انا غادي نفسر لكم، ندير لكم واحد الحساب بسيط وغادي باش نفسر لكم مزيان. فكنت قلت لكم البني تيطلع ب 190 الف درهم، 19 مليون بريك، هذا بالنسبه للبريك. فاذا جينا مثلا درنا الدار كامله اليد العامله 40 الف درهم والسلعه 150 الف درهم، يعني 15 مليون ديال السلعه واليد العامله 4 مليون. ودخلنا عليكم بالله واش 4 مليون ما فيهاش الخبز، والله العظيم انا بعض المرات تشد لهذاك السيد هذاك واحد 15 الف درهم ديالته خالصه ديالته، خاصة إذا كانوا عنده دراري بطبيعة الحال اللي هما نقايا وتيردوا البال في الخدمة وفي السلعة وما تضيعوش الوقت، وتيخدم مثلا من الصباح بكري وتي يعني تل العصر أو تيفوت العصر شي شوية بطبيعة الحال. وغالبا تيكون مول الدار تيعاون شوية في المونة كيف تنقولوا المونة وهداك الشيء. وعاد هذاك السيد اللي تيكون مثلا تيدير الطاجين ديالهم واسمو، وعاد هذاك السيد اللي مول السلعة هو اللي تيمشي يتقدى لهم ويجيب ويجيب مثلا خصهم شي حاجة، خصاتهم شي بياسه مثلا يجيبها لهم، خص الى وقفوا على السلعه مثلا خص مول الدار يجيب لهم دغيا السلعه. الامور غادي نفسر لكم مثلا مثلا الطبله، ناخذ مثال الطبله، نعطيكم مثال. دابا اليد العامله ديال الطبله ب 5000 درهم، دابا محفور ساس ناضي كناضي كناضي شحال هذاك، دابا 5000 درهم. العدد ديال الخدامه انا درت لكم هادشي اللي مثلا كتبير بسميتو يدي بارد مكلاصي داكشي باش، فالعدد ديال الخدامه اللي عند هذاك عاد هو فهمتيني، عاد مرشي كاين دابا عنده جوج معلمين وعندهم واحد مساعد، هذا تيخلط لهم وتيبدل لهم السلعه. كاينين جوج ديال المعلمين، هاد المعلمين واحد تابع مثلا الحديد وواحد تابع الامور ديالو. فنقدر نقول لك بان هادو ها هما زائد هذاك السيد اللي تيمشي مثلا تيمشي تيكون هو اللي شاد الخدمه مثلا، هاد جوج معلمين مع هاد المساعد ديالهم عند هذاك السيد ناضيا من داك الشيء رفيع، فشحال تيصاوبوا هذاك الشيء؟ تيصاوبوا هنا ما سيدي في 6 ايام 6 جوغ. تخيل انت دابا مثلا الجوج هادو 6 ايام، جوج وواحد هي جوج معلمين وواحد ديال المساعد ديالهم تيصاوبوه في 6 جوغ. غادي نحسبوا لهذوك الدراري، هاد المساعد هادو مثلا بالنسبه ل سميتو تيشد 120 درهم، وهادو هما تنديروا لهم حنا 160 درهم، هاد جوج معلمين تيديروا 160 درهم، هادي غادي تضربها في 12 وهاد 120 درهم غادي تضربها في 6، غادي نشوفوا شحال غتخرج لينا على الحساب اش بيعطيك. دابا قلنا 160 درهم ضربها في 12 يوم بتعطيك 1920، و 120 درهم ضربها في 6 ايام هي 720 درهم. المجموع ديال الخدامه اللي عنده في هذيك لا سيمين هو 2640. فاذا درنا هذيك 2640 ديال الخدامه غادي نزيدو على مثلا داك مول الحديد، الحديد اللي كيعقد ليه الحديد واسميتو عليه، كاين على حسب على حسب البلايص، كاين 300 كاين 400 درهم، غنديرو له واحد 300 درهم فهمتيني، عاوتاني نديرو ليه 400 باش ما يبقاش فيكم بحال تقول لا انت تتقتصد باش تجيبها هي هذيك، واش فاهمنا؟ شحال وصلنا هنايا؟ حنا وصلنا ل 3040 درهم، واش فاهمنا؟ دابا 3040 درهم، واش فاهمنا؟ هاد 3040 درهم اشنو اللي باقي لينا؟ بيدي الله نزيد على المونه، ندير لها المونه مثلا ندير لها واحد 200 درهم، هي 3240 درهم، هي تقريبا 3240 درهم اللي بغات تكون عندنا في اللي بغات طيح لو بخي دو روفيان، بخي دو روفيان باش بطلع عليه الطبله 3240 درهم لاصقه ناضيه كندي. غادي نزيد واحد القضيه اللي فاش يكري مثلا البيتونيير، دابا درنا 3240 درهم هي اللي باش يطلع عليه، تيكري مثلا ديك باش ديك كتخلط وسميتو عليه تيكري ب 600 درهم، 0 4 6 8 3840 درهم باش يطلع عليه ناضيه ما فيهاش عمي ترحمني. وتخيل دابا مثلا 3840 درهم الى نقصتها مثلا من 5000 درهم شحال باش يطلع؟ باش يطلع سيدي 1160 درهم، ها
حلالا طيبا. غير كاين اللي كتقدو هذه، اللي كتقدو هاد 1160 درهم هذه هي في 6 ايام، في 6 ايام تتخلي لي 1160 درهم، واش فاهمينها؟ هو خلات لي 1160 درهم حلالا طيبا، ماشي راه الخير والخمير هذاك الانسان اللي بغى يقنع. الا خلات لي 1160 درهم، وتخيل انت دابا مثلا هاد 1160 درهم ضربها مثلا في 8 ديال البياسات اللي عنده، واش فاهمينها؟ ضربها في 8 ديال البياسات، ابا تخرج لي حيدو كاع هذيك 160 درهم، تبقى لي واحد 8000 درهم. 8000 درهم هذه في البني بريك، اما فاش يعاود يشد المرطوب ويعاود يشد مثلا المرطوبه ديال الفرصادات والمرطوبات سميتو، راه عنده واحد 8000 درهم اخرى، هي باش تبقى ديال القضيه في 16000 درهم، واش فاهمينها؟ والانسان على قناعه شبعه، وهذه راه بالنسبه لي كيف تنقول لهم ليكونوميك، تيني ديور لهم ايكونوميك. ايوا بالنسبه لي فيلا راه حاجه اخرى، لان لي فيلا هاد الفيلا خدمه اخرى، لان فيهم دوبل كلوازون وما تنهضروش في القضيه. تنتمنى على انني نكون حط بجميع النقاط، والله ديما خلق هادشي اللي نقول، والله ديما خلق. يجي واحد يقول لك لا راه كذا، لا علاش، لا كذا. الا كان الانسان شاد مثلا ثلاثه ولا اربعه ديال الديور، راه ممكن يشد ليه الخبز مثلا كثار. كاين الانسان تيشد هاد الدار وعاود يشد الدار اللي حداها، ويشد الدار اللي حداها، ويشد الدار اللي حداها، واش فهمنا؟ تيكون شاد ثلاثه ولا اربعه ديال الديور او ميم طون. ولان الانسان راه خاصك تعرف ان الانسان فاش يجي يحط هذيك 16 مليون ولا 20 مليون ولا 30 مليون، راه تيجبد من فم السبع. تجي انت وتدير تلوت فيها غير خدمه هي باش تربح نتايا، ما يمكنش، ما يمكنش. لا سمح لي، حيت انت دابا ممكن تشد مثلا ثلاثه ولا اربعه ديور، هنا فين تيكون الربح؟ لان انت تجي تعطي الخدامه الخدمه وتقول لهم طق طق طق، وتمشي تعاود تشد الخدام اخر وغادي ياكل. الا خلات لك هذه السيمانه 1000 درهم هذا الشونتي، والشونتي خلى لك 1000 درهم، وخلى لك شونتي الاخر شاد ثلاثه ولا اربعه ديال الشونتي، بلوس شاد واحد الفيلا، اش وليت شحال فين وليتي وصلتي تما؟ كاين لان انت هذا السيد هذا تيشد بليزيور شونتي، تيخدم في هذا الشونتي ويشد خدم في هذا الشونتي ويخدم في هذا الشونتي، واش فهمتي؟ ماشي تيخدم شونتي واحد خصو يبني دار وتخلي ليه بارتمان، ولا تخلي ليه دار، ولا تخلي ليه رونج، ولا تخلي ليه، ما يمكنش. وهذيك الرونج راه انسان الله يكون في العون، واش انت واحد بغى يبني دارو فين يسكن، فين شي قبر الحياه، وتجي انت تنزل على ظهرو قبر، يا تنزل على تنزل على تنزلو للقبريه هذيك، تنزل على ظهرو رونج، ما يمكنش. لان خاصه في الايكونوميك، تنهضرو حنا في الايكونوميك، مالي فيلا راه هذيك، راه الانسان راه تيتبرع كيف بغا، وهذاك الانسان تيدير لي كل اللي دوبل كلوازون، ويدير مثلا ودوك اللي كاينين فوق الاسمو. وهذا الشيء راه قلت لكم 6 ايام، والله سيدي تيديروا في 5 ايام باش نكونوا واضحين، والله سيدي تيديروا في، انا هيك بين نقول لكم 6 ايام، ماما تيديروها في 5 ايام، شي جوج معلمين ومعلم ومساعد ديالهم تيديروها في 5 ايام. هذه الطبله هذه تيديروها في 5 ايام، وانا بين نقول لكم في 6 ايام باش نضرب الحساب يكون داير. يلاه دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم.